السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، هذا العالم الكبير الذي توفي قبل سنوات في عام 1414. هذا ابتلي بمرض خطير والأطباء حذروه وبينوا له خطورة هذا المرض. هو السيد له قضايا كثيرة متعددة، وهذه القضايا تدل على أنه كان له اعتقاد شديد بأهل البيت ولجوء وثيق إلى أهل البيت. في تلك الليلة يتوسل بالإمام الصادق صلوات الله عليه ويقول أنه إذا شوفيت من هذا المرض الخطير أنا أنذر. وهذا النذر شيء جيد، واحد ينذر للأئمة في مشاكله، في حاجاته، في قضاياه. أنا أنذر أن أكتب موسوعة فقهية كاملة في فقه أهل البيت، في فقهكم. ينام تلك الليلة بعد هذا التوسل بالإمام الصادق، ويستيقظ من المنام وليس به شيء. الطبيب عندما يأتي إليه، الطبيب مذكور اسمه، طبيب معروف، يتعجب، يقول هذا لا يحل بالمعادلات الطبيعية، هاي معادلة غيبية. ثم بعد ذلك يبدأ السيد السبزواري بكتابة كتابه، هذا الكتاب اللي الآن موجود في الحوزات العلمية، مهذب الأحكام، دورة فقهية ألفها على أثر عناية الإمام الصادق صلوات الله عليه به.